اليوم رح نحكي عن رأي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين يلي اجتمعوا انه هذا القانون بينزل تحت سلسلة قوانين هجرة لكل حكومة جديدة بتحط قانون جديد اصعب من اللي قبله على المهاجرين بشكل عام. مثلا لا سيماد قالت انه حادث قتل الاستاذ بمدينة اراس اثر بشكل كبير على السياق السياسي والقانوني للقانون الجديد، واعتبرت انه هذا القانون رد فعل سياسي وصار في ربط مباشر بين الإرهاب والهجرة ومرتكبي الجناح والجرائم، وكمان أثرت الحادثة مباشرة على تسارع الجدول الزمني للتصويت على القانون، وبالتالي تشديد النص أكثر وأكثر إن كان من قبل الحكومة أو من قبل البرلمانيين. بالإضافة إنه الخطاب الإعلامي الفرنسي يلي ممكن ينقال عنه جدل حقيقة أكثر من نقاش، وخاصة إنه البرامج والحوارات المناهضة للهجرة ويلي حتى منقدر نقول إنه عندها خطاب كراهية. بعد التعديلات الأخيرة والتصويت تقريبا كل المنظمات الخاصة والعامة اعترضت على هذا القانون واعتبرته قانون كراهية ضد الأجانب وتطبيق للتفضيل القائم على الجنسية من أجندات اليمين المتطرف من ثمانينات القرن الماضي لهلأ. طبعا بعد التصويت على القانون من الممكن انه المجلس الدستوري يلغي بنود منه لانه ببساطه بتتعارض مع قوانين ثانيه موضع التطبيق ان كانت اوروبيه او فرنسيه او عالميه، وهذا الشيء يلي حتى حكته رئيسه الوزراء. منظمات المجتمع المدني بشكل عام واليسار اعترضوا عند المجلس الدستوري وخاصة لموضوع المساعدات العائلية وموضوع مساعدات كبار السن ويلي هي بند من بنود الاتفاقيات العالمية، وبرأيي أيضا أنه هذا القانون بيتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.